نمر الآن من تسيير إداري للمالية العامة إلى تسيير اقتصادي بنجاعة كاملة. هو التوجه الجديد الذي رسمته الحكومة لتعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المحاسبة وتوسيع صلاحيته في الرقابة القضائية على تنفيذ قوانين المالية ونوعية التسيير، نقاط شكلت محور التوأمة التي تم إطلاقها ضمن برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. مجلس المحاسبة يسعى عبر هذه التوأمة إلى بلوغ الأهداف المسطرة في مخططه الاستراتيجي الممتد إلى غاية 2018، وفي مقدمتها تعزيز استقلالية المجلس وترقية مهنيته. أؤكد لكم عزيمتنا القوية لإنجاح هذه التوأمة التي ستساعد بدون أي شك مجلس المحاسبة من أن يكون من حيث النمط التسييري وكذا المناهج المهنية كنظرائه في الدول المتطورة. تحقيق هذه الأهداف في نظر الشريك الأوروبي ممثلا في مجلس المحاسبة الفرنسي والبرتغالي يتطلب العمل على 4 محاور كبرى. محاور التوأمة ترتكز أساسا على ملاحظات وتوصيات برنامج سيجما القائمة على احترافية مجلس المحاسبة وتعزيز دوره وفقا للمعايير والممارسات الدولية، وأخيرا تطوير أداءات التدقيق، وذلك لتحقيق 4 نتائج تتمثل في مرافقة تنفيذ المخطط الاستراتيجي لمجلس المحاسبة الجزائري، وكذا الرقابة القضائية ومتابعة تنفيذ قانون المالية ومراقبة نوعية التسيير. وتأتي هذه التوأمة بعد دستالة مجلس المحاسبة في التعديل الدستوري الأخير الذي وسع من صلاحيته لتشمل إمكانية الرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات والمرافق العمومية ورؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة. وأولى خطوات تفعيل دور مجلس المحاسبة بدأت بالتفكير في تحويل بعض اختصاصات الغرفة الوطنية إلى غرفه الإقليمية 9 لضمان نجاعة أكبر في رقابة المال العام.